لقاءاتنا مكفية معكم مشاهدينا، وبدي رحب من جديد بكل يلي انضموا لأهلنا عبر شاشات الميير والنور ثلاثة، يتابعوا برنامج النور معنا. الكابيتال كنترول هو حديث الساعة، وبانتظار إصدار القانون، وحتى لو يعني صدوره مؤخر بعده أفضل من أنه ما يصدر القانون. ولكن حسب البنك الدولي، رح نشوف مع البروفيسور عجاء بعد شوي شو أهمية رأي البنك الدولي بهذا الموضوع. إنما حطكم بالجو شوي، الكابيتال كنترول هو ضبط رأس المال، هي إجراءات مراقبة وضبط لرأس المال تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية والاقتصادية والمالية الأخرى في البلد بهدف الحد من تدفق رأس المال الأجنبي من وإلى الاقتصاد المحلي. يمكن أن تكون هذه الضوابط على مستوى الاقتصاد الكلي أو محددة على قطاع أو صناعة معينة. فإذا مصطلح الكابيتال كنترول يعبر عن القيود التي تضعها الدولة على تحويلات رؤوس الأموال من وإلى هذه الدولة، وتشمل إجراءات ضبط الأموال، فرض ضرائب وتعريفات وتشريعات على المودعين والشركات في السوق المحلي للسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية. بالرغم من أن الاقتصاد اللبناني مبني على حرية تنقل الأموال وعلى دينامية وحيوية القطاع الخاص والمبادرة الفردية، نرى اليوم الكابيتال كنترول مقنع أو غير معلن رسميا فرضته المصارف اللبنانية على المودعين، وهذا ما أدى إلى تدهور متزايد للوضع المعيشي للمواطن ولوضع الشركات اللبنانية القائمة على الاستيراد. كما أدى هذا الوضع إلى غبن اجتماعي. ضبط رأس المال هو موضوع جدلي كبير. يعتقد النقاد أن الكابيتال كنترول يحض بطبيعته التقدم الاقتصادي. تنضوي أكثر على هذا الموضوع مشاهدينا، بدي رحب أنا وياكم مباشرة على الهواء بالبروفيسور جاسم عجاء، خبير استراتيجي واقتصادي وأستاذ جامعي. الله معك بروفيسور، يعطيك العافية. صباح الخير لك استاذ داني وللمشاهدين، وأنا بشكرك على دعوتك. يطول عمرك، خلينا إياك. اليوم نحن أمام تحدي كبير، هو إذا كان سيقر هذا القانون أي ما لا الكابيتال كنترول، علما أنه عندما تم الحديث عنه وتحول من اللجنة الفرعية إلى اللجنة المشتركة للبت فيه وتحويل إلى الهيئة العامة، طلع رأي هون للبنك الدولي حول هذا الموضوع، معتبرا أنه هذا الموضوع مش هالقد مهم بهذا الوقت، كان مفروض يصير من قبل. تعليقك على الموضوع قبل ما نشوف هل نحن صحيح أمام إقرار أو لا لهذا القانون؟ حقيقة هو الصندوق النقد الدولي اللي طلع هذا أو اللي حكي هالحكي وما طلع بيان، هو حقيقة كان اللي بيحكي باسم الصندوق النقد عم يسألوه أسئلة بجلسة أسئلة، سألوه عن لبنان وقال لهم بالحرف الواحد إنه اليوم قرار القانون الكابيتال كنترول منه فعال لأنه لازم يجي بإطار سياسات أوسع. شو كان بيقصد بسياسات أوسع؟ كان بيقصد بسياسات أوسع يعني أنه يكون في إجراءات تانية حد منه، ما تكون بس القصة ليميتد أو محدودة بعملية التحويل المصرفية، لأنه نحن بس نحكي عن الكابيتال كنترول منفكر انه بس هي قصة المصاري من البنك. عادة الكابيتال كنترول هو مثل عملية فريز بتوقف تدفق الاموال للخارج، لانه في عندك ازمة، في عندك ذعر، حتى تصلح شيء معين صار بهالاقتصاد. المشكلة انه او بالاحرى عندك مشكلتين، انه الاجراءات اللي موجوده بالكابيتال كنترول هي اجراءات نقديه بحت، مصرفيه بحت، ممنوع عليك تسحب مصاري من البنك وممنوع عليك تطلع لبرا، واثنين ما في حكومه حتى تنفذ حتى تصلح. عشان هيك اجى يعني كلامه كان يعني مش انه انا ضد الكابيتال كنترول، انما لا يجب ان يكون مرافق بوجود حكومه بقوانين اخرى اصلاحيه لوحده. الكابيتال كنترول اساسي بكل عمليه اصلاحيه، لانه بدك مثل ما بقولوا كانك عم تعمل ورشه بتبعد الناس ولانه شي ساعه زمان ساعتين زمان حتى تضبط الوضع حتى يرجعوا، ولا ما فيك تترك الناس يقطعوا. اذا بتسمح لي رح اقول لك شوي صغيري. التهريب مثلا، تهريب من لبنان للخارج، تهريب البضائع والسلع، هو نوع من انواع تخريق يعني خروج رؤوس الاموال للخارج، لانه التاجر القبضاي يلي عم بيهرب لبرا عم ببيع بضاعته مثلا بالسويد، الرز ببيعهم بالسويد بس بيقبض بالسويد وبيخلي
المصريات بالخارج، فإذا ما عم يرجعوا الدولارات لهم، يعني هذا إذا عم تهريب، ياخذ هذا دولارات من كمان مصرف لبنان وبيحطهم برا، هذا التاجر القبضاي يلي بيعتبر انه عم يشتغل شغل شريف، وهو هذا منه الشغل الشريف، هذا شغل اكيد نوع من انواع السرقه يلي عم بتتم بحق الشعب اللبناني. نعم. طيب هون مثلا هلا يقال انه في حال رفع الدعم او ترشيد الدعم ممكن انه نحن نوعا ما نخلص من قصه التهريب، صح او غلط؟ لا انا ما بعتقد استاذ داني، لانه الامر منه هيك، الامر رح يغلى السعر بالنسبة للتهريب إذا رفعوا الدعم، بس مش معناتها إنه التهريب رح يوقف، لا، الفرق إنه أرباحهم رح بتقل، يعني أرباح التجار بتقل فقط لغير. نعم نعم. هل تتوقع إنه، هل أنت راضي قريت شيء المسبد، طلعت شيء على القانون وفقراته أو؟ أكيد أنا اطلعت عليها. نعم. وأنا بعرضها لهذه المسودة، بتعرضها لأنه مثل ما قلت لحضرتك هذه المسودة تحوي فقط على إجراءات نقدية مصرفية، وبالتالي هي جاي مثل تغليف لتعميم مصرف لبنان فقط لا غير، يجب إدخال فيها عدد من الإجراءات الاقتصادية المالية اسمه الضريبية الاجتماعية إلى ما هنالك، العديد من الأمور حتى يكون. نعم. عندك مجال أوسع، مثل ما قال صندوق النقد الدولي سياسات بتحوي أوسع لحتى تقدر تصلح الأمر. رح أعطيك مثالين. نعم. أول مثال مثل ما قلت لحضرتك التهريب ما نحكى عنه شيء أبدا على الخالص بالقانون. اثنين هو الأموال، كل واحد بيستفيد من دولارات مصرف لبنان وبيصدر للخارج، من المفروض انه يرجع يرد الدولارات على القطاع المصرفي اللبناني، والا نحن عم نظهر دولارات وبالنتيجه هذا منش عمل اصلاحي. نعم. وشو قصدت انه تدخيل بعض البنود الاجتماعيه، شو بتقصد فيها ضمن هذا القانون؟ في عندك حقيقه عده امور مثل ما بقولوا الى علاقه بحياه المواطن، مثلا يعني هذه من بين الأمور يلي مثل ما بقولوا بنطرحها على طول. هل تم دراسة من جهة القانون، لأنه عم يسمحوا لك مثلا أنك أنت تحول 50,000 دولار للطالب بالسنة لبرا، وهذا السقف تبعولهم. نعم. طيب يعني هلا مثلا مثل هون انه ال50,000 دولار يلي بدهم يحولوا لي اياهم لبرا، بيسمحوا لي فيهم لبرا، اذا كانوا موجودين لشو عم تعملوا كابيتال كنترول؟ اعطوا الناس مصرياتهم وانتهت، لانه اذا بتعطي 50,000 دولار لكل حساب يعني معناتها انه تقريبا بتسكر كل شيء، ال50,000 دولار مش موجودين، يعني اقروا اشياء منش موجوده عمليا. هذا ما راح يصير لانه ما في هالحجم الكبير من الدولارات. نعم. لذلك راح يكون في تداعيات اجتماعيه على الارض، وهذه التداعيات الاجتماعيه ما اندرست يعني ما اتخذت بعين الاعتبار. طيب هون في شغله هون مهمه، يعني حضرتك يعني كانه تلمح الى انه التعميم الذي صدر مؤخرا عن مصرف لبنان واللي بيسمح واللي بيجيز من 1 تموز بسحب 400 دولار بالشهر، يعني هذا ولد ميت هذا التعميم. لا بالعكس، انا بالنسبه لي هذا التعميم رح يطبق، ويمكن هذه بادره جيده من ناحيه للمودعين، انه المودع رح يقدر يسحب 400 دولار بس عم يجبروه يسحب 400 تاني و 400 دولار مقابلهم على سعر المنصه. طب هيدا مش طريقه للتخلص من الحسابات الصغيره مثلا؟ هذا هو بعتقد الهدف الاساسي، انهم يعطوا أكثر من 70% 75% من المودعين الصغار يلي حساباتهم بتقل عن ال 20,000 دولار يعطوهم دولاراتهم ومصرياتهم، وأنا بشوفها هذه أمر كتير جيد، لأنه بالنتيجة هاو الأشخاص جمعوا كل عمرهم مصاري مش حتى يطيروا المصريات. نعم. طيب وماذا عن كبار المودعين هون، شو بيصير فيهم يعني اذا بس هون الامور معقده اكثر، لانه اغلب الظن لن يكون هناك حل لكبار المودعين، يعني عم نحكي معهم ارقام كثير كبيره، لن يكون الامر بالسهوله اللي عم نتخيلها، اغلب الظن رح يكونوا يفوتوا بيل ان يعني بما معناه تتحول الوديعه لحصه بقلب البنك.
وشو بيستفيد منها ساعتها هون؟ بس يرجع البنك يوقف على اجري ويرجع يكون سيولته من الدولار، بيصير قادر ساعتها يلي اشترى حصه انه يقدر يبيعها او يقدر يحولها لدولار ويستفيد منها، ولكن هذا بده حكومه حتى تقدر تقوم فيه. نعم، هذا الشيء يعني عم بقوله، كان عم ينحكى هلا، كنت عم بقرا شوي بالجرايد الصبح انه ممكن يكون فيها كانه في بوادر حلحله، ما بعرف اذا قد، لانه في كثير تناقض اصلا بالتصاريح وبالبيانات وبالمصادر، مثل ما صرنا معودين كله مصادر مصادر، وبالنتيجه ما عم نلاقي شيء فعلا على الارض. هل تعتبر انه اذا قانون كابيتال كنترول وكل في الهيئه العامه وبقي وحيد من سلسله قوانين اصلاحيه، هل يكفي او بحاجه لقوانين اخرى لا لا بده هذا القانون. برجع بكرر لحضرتك استاذ داني، قانون الكابيتال كنترول اذا ما في حكومه تقدر، لانه هدفه مش يعني التعريف، انسى شو تعريفه الكابيتال كنترول، انت عم بتجمد اقتصاد، عم بتجمد حركه ماليه معينه بانتظار انك تصلح، يعني كانه في عندك حنفيه مي عم بتنقط، بتقوم بتسكر السكر بمطرح من المطارح حتى تصلح الحنفية. شو النفع إذا سكرت السكر على الأخير والحنفية ما في حدا يصلحها؟ يعني معناتها قطعت المي عن أهل البيت. أنا بعتقد إذا ما في حكومة ما رح يعني ما رح يوصل لمطرح الكابيتال كنترول، بده حكومة، بده حكومة وبده يكون فيه إجراءات أوسع من هيك. نعم، نحن طبعا يعني موضوع متشعب، نتمنى يعني إنه يصير في دراسات اكثر مثل ما فضلت وقلت، انه مثل ما حضرتك قلت يعني انت خبير بهذا الموضوع، انه اذا كان بقي مثل ما هو يعني يعتبر انه منه هذا القانون اللي نحن طامحين له. صحيح 100%. نحن بقى نشكرك، اخذنا من وقتك، ويعطيك شكرا لك استاذ داني، ويسعد صباحك. الله يخليك بروفيسور، شكرا لك. مشاهدينا نتوقف مع فاصل ومنتابع فقراتنا.